يا هلا بويد، الصوت العربي في أمريكا. لسه بتسمعوا يا هلا سوشيال نايتس، ولسه معاكم كريمان الألفي على الهواء مباشرة. ضيفتنا النهاردة الفنانة المغربية كوثر نهاد. هنشغل لكم أغانيها دلوقتي وفي خلال الحلقة لحد ما هي تكون معنا إن شاء الله على الهواء. She's very very talented فعلا ما شاء الله. And هي عايشة بنيويورك. We'll talk a little more about her and about her story كمان شوية. بس عايزة أفكركم بإن في خلال حلقتنا النهاردة هيكون معنا two mashups، مش mashup واحد بس. ولكل كل واحد يحل ماشاب لي تيكت عشان يحضر حفلة مروان الشامي في روتانا كافيه on June the 8th. لو عايزين تحجزوا احجزوا من دلوقتي بليز، عشان فعلا seats are limited. فما تستنوش لآخر لحظة أو ما تعتمدوش ننتو بس هتروحوا روتانا كافيه يوم الحفلة وخلاص. Please call رامي جابر for reservations 847-338-8450. مرة كمان it's 847-338-8450. و make sure ان انتو تعملوا الحجز as soon as possible cause seats are very very limited. الحفلة هتكون مرة كمان بروتانا كافيه on June the 8th. ولو حابين تكسبوا a ticket for the concert هيكون لكل ماشاب او لكل اجابة ماشاب صحيحة، عشان في اثنين النهاردة هيكسبوا تذكرة للحفلة. and if you need to make an, or if you're going with a friend or a group لأي حجز تتصلوا برامي جابر على طول. هيبقوا كده انت عندكوا واحدة for free او واحدة هدية من يا هلا فويس، والباقي تتصلوا برامي جابر عشان تعملوا اي حجز معاه. الماشاب هو عبارة عن ثلاث أغاني وثلاث مغنيين بيتلعبوا في نفس الوقت، وأنا عايزة إجابة الإجابة تكون كاملة، فعايزة اسم الثلاث أغاني والثلاث مغنيين. بس هنروح دلوقتي نسمع حبك ضياع لكوثر نهاد، وهنرجع تاني. خليكم معانا في هلا سوشيال نايت. قلبي سنتي حبك ضياني، شغلتي فكري وجوك شوشني، فكر في اللي
You're listening to Ya Hala Voice. Ya Hala Voice. الفنان مروان الشامي. شو هيدا يلي هبالي؟ والي الأسمر. أمرني كسر الضلوعك، ساوي اللي بدك فيه. في مطعم روتانا كافيه يوم السبت 8 حزيران 2013. للحجز والاستفسار اتصلوا برامي جابر 847-338-8450. هذا الحفل برعاية سبوتلايت انترتينمنت. Want more customers? Do you want your business to grow? Then let us at eInteractive Solutions help your business launch and financially prosper online. We offer web design, web development solutions, e-commerce shopping carts, and much more, and all at an affordable rate. With eInteractive Solutions, it's simple. If you want more customers, if you want your business to grow, then visit our website at www.eintersol.com. That's www.eintersol.com. You have nothing to lose but the opportunity to help your business grow. eInteractive Solutions, go to the next level. You're listening to Ya Hala Voice. Ya Hala Voice. كفاية تأخير قوي كده. بعد الأغنية اللي جاية هنبتدي بأول ماشاب النهاردة، ثلاث أغاني وثلاث مغنيين. عايزة أعرف الإجابة كاملة، بعتولي الإجابة من على الفيسبوك بيج بتاعتنا يا هلا فويس. Please don't forget to like and share our page، أو تكلمونا في الستوديو 708-321-1313 extension number 1. ابعتولي إجابة الماشاب عشان تكسبوا بتيكت لحفلة مروان الشامي يوم السبت بروتانا كافي. For reservations please call رامي جابر. وهنرجع نعيد الرقم مرة كمان في الحلقة. وكمان لو حابين تسمعوا أي أغنية عندكم أي request please feel free to send them in as well. بعدك مثل ما كنت، بعدك مثل ما كنت، روحك حلو قلبك طيب، نيح اللي بعدك انت، نيح اللي بعدك انت، كتر خيرك عامل طيب. بعدك مثل ما كنت، بعدك مثل ما روحك حلو وقلبك طيب، منيح اللي بعدك انت، منيح اللي بعدك انت، كتر خيرك عامل طيب. بعدك بقلبي عنوان المحبة ونيالي وهالقلب، بعدك القصة ما خلصت بنصة ولا جرحت هالقلب، كتر خيرك
نسمع ماشاب النهاردة ثلاث أغاني وثلاث مغنيين بيتلعبوا في نفس الوقت. عايزة أعرف اسم التلاتة وياريت الإجابة تكون كاملة عشان تكسبوا بالتيكت لحفلة مروان الشامي يوم جون دي 8 في روتانا كافي. ممكن تبعتوا لنا الإجابة من على الفيسبوك بيج بتاعتنا يا هلا فويس. ما تنسوش بليز تعملوا لايك وشير للبيج أو تكلمونا في التليفون 708-321-1313 extension number 1. While you're at it you can also request any song you'd like to hear on the show. فخليكم معنا في هلا سوشيال نايت. هنروح نسمع الماشاب دلوقتي ونرجع لكم تاني على طول. خليكم معنا. مش معنى كده انك على طول تحس
تسمعوا يا هلا سوشيال نايتس ولسه معاكم كريمان الألفي للساعة 11. هنروح دلوقتي نسمع الماشاب مرة كمان، ثلاث أغاني وثلاث مغنيين، ياريت تبعتوا لي الإجابة كاملة عشان تكسبوا بالتيكت لحفلة مروان الشامي on June the 8th at Rotana Cafe. For reservations please نكلم رامي جابر، التليفون هو 847-338 واقصنا أجيب لكم بقية الرقم دلوقتي عشان مش حافظه للأسف. Please call as soon as possible عشان seats are limited. The number again 847-338-8450 847-338-8450. Please make your reservation as soon as possible عشان تلحقوا تيكت لحفلة مروان الشامي بروتانا كافي. هنسمع الماشاب ونرجع تاني على طول. وسقيني
لسه بتسمعوني هلا سوشيال نايتس ولسه معكم كريمان الألفي على الهواء مباشرة. أحب بس أعرفكم بقوانين اللعبة. يا جماعة لو حد كسب بتيكت امبارح ما ينفعش يجي نهاردة تاني ويحاول ان هو يكسب تيكت تانية. لازم ندي فرصة لكل المستمعين ان هم يجاوبوا وياخدوا او يكسبوا بتيكت لمروان الشامي. مش هنقدر ندي تيكت كل يوم لنفس الشخص عشان it's not fair, ودي كمان مش قوانين البرنامج. لازم لو حد كسب خلاص هو مش هيقدر ان هو يكسب اي تيكت تانية. بس لو انتوا حابين اي تيكتس ممكن تتصلوا برامي جابر وتحجزوا معاه. الرقم مرة كمان 847-338-8450. فلو حابين تاخدوا اي تيكت تانية ممكن تتكلموا رامي وتحجزوا معاه directly للحفلة. بس قوانين البرنامج واللعبة بتاعت المعشب ان هو ما ينفعش ندي تذكرة لنفس الـ 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 الشخص يومين ورا بعض. فنحترم بليز القوانين وكل واحد يسمع المعشب. يعني حتى لو جاوبتوا صح هايل, يعني thank you very much, بس at the same time الجائزة مش حقدر ان انا اديها لنفس المستمع اللي مثلا كسب اليوم اللي قبلي. بليز نحترم القوانين. بس هنسمع الماشاب مارا كمان للي ما لحقش ان هو يسمعه او مركزه قوي. ارجع افكركم مرة كمان, هم 3 اغاني و3 مغنيين بيتلعبوا في نفس الوقت, واللي هيجاوب على الماشاب صح وما يكونش كسب قبل كده بقى عشان نكون موضحين هيكسب بتيكت لمروان الشامي لحفلة يوم السبت ان شاء الله بروتانا كافي. ولو انتوا حابين اي تيكت زيادة ممكن تحجزوا مع رامي. الرقم مرة كمان 847-338-8450. خليكم معنا في هلا سوشيال نايتس. هنروح دلوقتي للماشاب ونرجع تاني. Hey, you know I love you.
مرة كمان حنروح للماشب، ثلاث أغاني وثلاث مغنيين. عايزة أقول مبروك لهيفا العراقية، كسبتي بالتيكت لحفلة مروان الشامي بروتانا كافي يوم جون دي 8. عايزة أعرفكم بس الأغنية اللي هسه معنا دي اسمها روميو لكوتر نهاد، هي ضيفة حلقتنا النهاردة، فنانة مغربية موهوبة جدا، هتكون معنا إن شاء الله على التليفون كمان 10 دقايق كده. فأقول مبروك تاني مرة لهيفا العراقية، هي حلت الماشب بتاع النهاردة. وهنروح نسمعه عشان نعرف بس الإجابات، وحالنا على طول الإجابة بعد ما نرجع على طول. إجابة ماشاب النهاردة كانت جورج وصوف كلام الناس، شيرين جرح تاني وأصالة يا مجنون. فمبروك يا هيفا، لو حابة أن أنت تستلمي جايزتك اتصلي برامي جابر 847-338-8450، وهو هيكون متبلغ باسمك، بس برضو كلمي عشان تأكدي الحجز. وكمان لو حابة أن أنت تحجزي أي تيكت تانية عشان ما تروحيش لوحدك، برضو هتكون من خلال رامي. مرة كمان الرقم 847-338-8450، ومبروك عليك. فرصة ان انتوا تكسبوا بتذكرة تانية النهاردة برضو بعد الانترفيو بتاع كوتر نهاد، هيكون معانا ماشاب تاني، ومن خلال الماشاب التاني لو قدرتوا ان انتوا تجاوبوا عليه صح ممكن تجيلكوا فرصة تانية ان انتوا تكسبوا تيكت لمروان الشامي. بس ارجع افكركوا ان اللي كسب قبل كده مش هيقدر يكسب تاني، فزينة زوزو الاسم اللي انتي حطتيه في الحجز ده خلاص انتي كده مش هتقدر تكسبي معانا تاني. وكمان هيفا العراقية خلاص كده انتي كسبتي معانا التيكت. لو حابين اي تيكتس او اي اديشنال تيكتس عشان ما تروحوش لوحدكم، ممكن تكلموا رامي جابر 847-338-8450 عشان to reserve a second ticket or even more if you'd like. ففي فرصة تانية ان انتوا تكسبوا، بس خليكم تابعين يا هلا سوشيال نايت.
الفنان مروان الشامي، شو هيدا يلي قبالك، والي الأسمر، أمرني كسر لضلوعك، ساوي اللي بدك فيه، في مطعم روتانا كافيه يوم السبت 8 حزيران 2013. للحجز والاستفسار اتصلوا برامي جابر 847-338-8450. هذا الحفل برعاية سبوتلايت انترتينمنت. ابتسامتكم وصحة أسنانكم تهمنا، نقدم لكم خدمات جسور، تلبيس، تبييض وتقويم الأسنان، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا الطبية. مختبراتنا موجودة داخل العيادة لضمان إنجاز العمل بجودة ممتازة وفق أعلى المعايير وفي نفس اليوم. تفضلوا بزيارة فرعنا في شيكاغو، ساوث ميشيغان أفينيو 1605. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا universaldentalclinics.com أو الاتصال على 312-360-1010. يا هلا بويس، connecting the Arab voice to you.
تنعاد لأن جروح اللي بقلبي يا غالي ما تنعاد يا يمال واللي في عديري لك ما تنعاد والله ولا لي لا لي واجمع شمل الأحباب يا
جوعالي والورد بكير عسيا جوعالي اسمر وعيون ويا يما كروم الدوالم اسمر وعيون ويا يما كروم الدوالم رجعنا لكم تاني مستمعينا لسه بتسمعوا يا هلا سوشيال نايتس على يا هلا فويس ومعانا النهارده الفنانه المغربيه كوثر نهاد she's on the phone actually right now where I could you know talk about her but I'd rather have her introduce herself to all of our listeners كوثر زيك الو مساء الخير كارمن ومساء الخير على جميع المستمعين على راديو يا هلا فويس هذا الراديو الرائع طبعا اللي كونكتن بالعرب هنا بامريكا وطبعا الناس اصلا في المغرب وكل دول العربيه كيبغيو هذا الراديو كيسمعوا ليه بزاف وكنقدم لهم نفسي الناس اللي ما كيعرفونيش كوثر نهاد مغنيه مغربيه كاتبه كلمات وملحنه و هذا هو في اعمالي كلها الفيديو كليبات والانترفيوز وكل شيء طبعا انا نشيطه جدا بالسوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام يو نيم ات وكل حاجه في اليوتيوب عني طبعا طب دلوقتي انت اصلا زي ما قلتي you were born في موراكو مظبوط في المغرب مظبوط انا في المغرب وبعدين انت لا دلوقتي في المغرب ولا اتولدتي في المغرب لا انا اتولدت في المغرب اتولدت في المغرب وبعد الهاي سكول جيت اكمل دراستي هنا في امريكا الان صار لي 5 سنين في امريكا الحمد لله نهيت دراستي الجامعيه والان كنحضر الماجستير في الماركتينغ اند كوميونيكيشنز انا مقيمه بولايه نيويورك بالنسبة للناس ما يعرفوش هذا هو طيب كوثر هسألك سؤال يعني لحد بيحاول ان هو يبتدي مشوار فني او ان هو يغني usually الفوكس اكتر بيكون على الغنى طبعا عشان ده بيبقى الهدف الاساسي بس الناس هنا يعني الناس اللي يمكن اول مره متعرفين عليكي او على موهبتك ما يعرفوش ان انت كان عندك فرصه ان انت تشتركي بستار اكاديمي مظبوط مظبوط ورفضتي لا هو مش رفض طبعا هذا كان الحلم ديالي فاش كنت مني كنت صغيره وانا بغني وحلمي هو ان يعني طبعا كاي فنان او موهوب داخل ديالو كيبغي ان الناس يتعرفوا على موهبته فانا كنت واحده من الناس اللي موهوبين جدا من صغري وانا بكتب كلمات وبلحنهم من صغري من وانا صغيره والله عندي 8 سنين وانا بكتب بالمصريه ما فهمت يا سلام والله اصلا طبعا المصريه عندنا مفهومه جدا لهجه لانه انتم ما شاء الله بمسلسلاتكم وبالميديا تبعكم وقدرتوا انكم توصلوا لنا اللهجه ديالكم وحنا الان حنا مستمرين اننا يعني كان وي وركين هارد اون اننا يعني نوصلوا لكم حتى حنا اللهجه ديالنا المغربيه وانا الان بالدليل انه انا كنتكلم مغربيه وانت كتفهميني صح كارمن مزبوط فهمك يا اوكي فنرجع للستار اكاديمي الستار اكاديمي جات بسنه سنوات اللي كنت انا
I applied already for school here in the United States. So ما كانش عندي فرصة. أنا رحت بس للحد عرفتي. بس عشان you know you want to test yourself. Sometimes everybody tells me, okay, you have such a nice voice, but I want to see what professionals can tell me about my voice. So I went there. وقالوا لي يعني الأساتذة كانوا هناك وهذا وقالوا لي إنه مقبولة وكلموني بعدين. أنا كنت كنفضل الدراسة ديالي أكثر من الفن في هذاك الوقت المعين لأنه كنت يلاه أبلايت فور سكول هنا وما بغيتش أنني نبدأ مسيرة فنية قبل ما أنني نكون فنانة مثقفة وواعية تقدر أنها توصل الجمهور ديالها من خلال الكلام ديالك توصل إلى كنتي أنت موهوب إلا كنتي أنت قاري ومثقف. طبعا I think it's a very good يعني أنت كذا I think you're a very good role model كمان لناس كتيرة قوي إن هو الفنان بيدعم نفسه كمان وعقله لما يكون يعني he does get an education مش شرط مثلا في الشيء اللي انت درستيه ممكن ايا يعني ايا كان الحاجه اللي انت بتدرسيها بس I think you're a very good role model لناس مثلا اطفال صغيرين كتير ممكن يكونوا ده حلمهم بس بيشوفوا برضو ان هو لا education should come first before anything وبعدين after that you can chase your dreams بقى زي ما انت حابب يعني زي ما بتكون بس الاساس هو الثقافه ويكون الواحد واعي حتى لو شفنا الان كاينين كثار فنانين بس كنشوفوا اصلا في الانترفيوز تبعهم وهذا كنلمسوا بنلمس انه ما في ثقافه ما في اسس معينه يعني الواحد كيهضر يعني حتى the way you represent your country, the way you talk about your music, ممكن الناس يلمسوا أنك مثقف أو مش مثقف. فهذه الأشياء لازم تكون عند الفنان ثقافة. طب أنت هتفضلي على طول حتى مثلا your academia first before مثلا your singing ولا هي بس كانت للفترة دي عشان تقدري على أن أنت تاخدي الباشلرز ديجري ولا أنت على طول هتستمري في البريورتيز دي إن هي دايما school comes first ولا في وقت حيجي الغنى يcome first؟ لا هي school came first بوقت معين والآن خلصت والدليل هو أن قبل ما أخلص two semesters I think خلاص الأب ديالي لأنه كان رافض بالأول كان كيقول لي القراية هي الأولى يعني الدراسة هي الأولى بس بعد ما اقتنع أنه عندي موهبة وعندي يعني مش على الفاضي أنا كنهضر so قال بأنه ممكن أنا شفني أنا أصلاً متفوقة في دراستي هنا في أمريكا فقبل ما نكمل الباشلرز ديجري بديت احترفت الغناء وكانت أول أغنية لي هي أغنية حبك ضياع اللي من كلماتي أنا ويعني وصدرتها وعجبت الناس بزاف وهذيك هي اللي كانت بداية والناس حمسوني أكثر أنني نعطي فد لون نيت الأغنية المغربية بلون جديد شبابي جميل جب الناس بزاف وهكا استمريت ومنها كان طبعا المولود الأول ديالي هو الألبوم الأول اللي كان ميني ألبوم يتكون من 6 أغاني كانوا كلهم من كلماتي أنا وكان أغنية من كلماتي وألحاني فكان يعني مثل ما بيقولوا تيست عشان نشوف كيف حيتفاعل معي الجمهور والحمد لله شفت انه حتى السوشيال حتى الميديا حتى الناس يعني من كل البلدان العربية بيتواصلوا معايا بالفيسبوك كنشوف الكومنتس باليوتيوب كنشوف الفيورز بديت كنحس انه في تجاوب بيني وبالجمهور فهذا هو الشيء اللي كيخليني نكمل بس انت اعتمادك الكلي كان من خلال السوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك وكل الحاجات دي لا في الاول بس اول ما طرحت اغنية حبك ضياع كانت اول شيء كانت السوشيال ميديا الفيسبوك هو اول محطة بالنسبة لي انا كبداية والحمد لله انا كان اعتبر نفسي محظوظة انني بديت في وقت اللي سهل فيه انه الانسان انه الفنان ينتشر من غير شركة انتاج فممكن تعاون نفسك بنفسك فالفيسبوك والسوشيال ميديا كثيرة بزاف اللي انا دايما حاضرة فيها
فهذه هي كتخليني انا نتواصل اكثر مع لي فان ديالي والناس اللي كيتابعوني وكتخليني طبعا الناس يعرفوني يوم عن يوم. بيزداد عدد المعجبين, بيزداد عدد الناس اللي بيتابعوا كوثر نهاد, وفي شخص بيقول لشخص وشخص بيقول لشخص, فبتكبر القاعدة الجماهيرية بتاعك من دون ما تحتاجي شركة إنتاج. هذا بالأول بس بس أكيد أنه الفنان لازمه دعم ولازمه تيم اللي تكون واقف معاه, يعني عامله له يعني كل شيء ماركتينج, لأنه الفنان ما بيقدر يعمل كل شيء في بوحدو, يعني لازم ناس يساعدوك ويعاونوك عشان يدوك الايمج اللي انت بتحلم فيها, يعني الايمج اللي انت تبغى يوانا ماركت. يعني كل فنان بيشوف نفسه حاجه معينه فيه اللي ممكن توصلوا عند الناس. فانا بشوف حاجات معينه فيا انا بغيت نوصلهم للناس. انا ما عنديش مع الاغاني يعني اللي يعني ما فيهمش واحد اللباقة في الكلمة أو الأغاني, يعني اللي أنا الحمد لله كيف ما كيشوفوا الناس يعني صوت جميل, وكذلك يعني حتى الكلام مفهوم, لهجة مفهومة اللي نقدر نوصلها للناس ودخل قلبهم. فهذا هو. طب انا كنت هسألك اكتر على النقطه دي اكشلي, عشان انت دلوقتي you're an independent artist مظبوط, ما you're not signed لاي شركه؟ لا, for now I'm still independent. Okay. فكنت عايزه يعني تكلميني اكتر عن challenges of an independent artist. يعني انت طبعا وصلتي لنجاح إلى حد ما, أو يعني شفتي يعني إقبال من الجمهور أو من معجبينك, سواء كانت من خلال الفيسبوك أو يوتيوب أو whatever. بس how do you reach to that point, especially لما أنت تكوني ما فيش شركة إنتاج بتدعمك, ما فيش جروب كبير, يعني أكيد كنتي محتاجة مثلا أنت بقى تبتدي تصرفي على فنك كمان, فمن ناحية مثلا ملحنين, من ناحية مثلا حتى استوديو عشان تسجلي, كل الحاجات دي اتعاملتي معاها ازاي؟ بالذات ان هو انا انتي قلتي لي دلوقتي ان لما عملتي حبك ضياع كنتي لسه فاضل 2 سيمسترز في الجامعة. ايوة, كانت لسه فاضل 2 سيمسترز. yeah. طيب how did you juggle all of that؟ هي في الاول بتكون صعبة طبعا, انه juggling two things at the same time, especially when it comes to two things that you love so much, يعني الدراسة والفن في يعني بمكان واحد. It's very hard, بس يعني I managed to do that. والسؤال تبعي كان هو كيف وصلت للناس بس من خلال السوشيال ميديا, صح؟ لا, how did you find يعني طبعا the challenges can include يعني okay, financial support, ممكن كمان الماركتينج, spreading the word, انك تلاقي مثلا ملحنين, تلاقي استوديو تشتغلي معاه, كل الحاجات دي اتعاملتي بيها ازاي وانت you're doing all of this؟ يعني انت بتحاولي تنتجي اغنيه مغربيه بنيويورك. Exactly. And I was doing everything that you just said, that you just mentioned, everything by myself. Okay, so أنا لأنه الميجر تبعي ماركتينج, فالحمد لله استفدت منها كتير, وهذا الشيء اللي استفدته من الماركتينج I apply it for myself. How? يعني الإيمج تبعي أنا من الأول يعني عارفة أنا شنو بغيت من الفن, يعني يعني كيف بغيت الناس يشوفوا الإيمج تبعي, شنو الأغاني اللي عارفة هم يقدروا يناسبوا صوتي ويقدروا يكونوا appealing to the people I target, يعني الناس اللي أنا بغني لهم شنو هي الأغاني اللي غيحبوها, يعني الأغاني الشبابية, المواضيع وكل هذه الأشياء. والحمد لله انه الحاجه اللي كتميزني عن باقي الفنانين اللي في بدايتهم طبعا, هي انني انا عندي قدره انني اكتب والحن كلمات, سو ما عنديش المشكل تبع يعني خصني وقت مثلا, لانه في وقت كثير الناس بيستغرقوه سنه سنتين وهم بيبحثوا عن شخص اللي يعطيهم كلمات تليق بهم او لحن يلقى بصوتهم او شي حاجه تعجبهم, لانه كيسمعك اليوم كاتب
كلمات اليوم غدا كيسمعك واحد اخر ما كيعجبكش كتبقى غادي بحال هكاك اني نيفر اند بس الحمد لله هذا هو كان الادفانتج اللي عندي. وايضا بالنسبه للالبوم تبعي الكفر تبع الالبوم اللونشين تبع الالبوم هادو كلهم كانوا افكاري حتى كيف الالبوم كفر كيف حيكون الالبوم كفر البيكتشر اللي حتكون مناسبه فين حتتحط يعني انا بوقف على كل هذه الامور. وطبعا بالفيسبوك I'm very active and I make sure I speak to all, to everybody like all my fans. إذا عندهم أي استفسار أي سؤال أنا بجاوب عليه يعني والحمد لله أنا بشوف أنه عدد الفانز تبعي it's increasing day after day وهذا شيء بيلمسني كثير وبيعجبني كثير لأنه كنشوف أنني الحمد لله بعد التعب اللي أنا كنت تعبه ليل ونهار عشان نقدم أغنية زوينة للناس وتعجبهم كنشوف أنها it's paying off. وطبعا ناهيك عن الكليب طبعا كيف التحضير للكليب لما ما بتكون عندك شركة إنتاج. طبعا أنا اللي كنت تكلف بأنني نبحث عن المخرج وطبعا أنت عارفة أنه هنا في أمريكا ما كينش يعني صعب أنك تلاقي الناس عرب لازم يكون عندك شخص بيعرف شخص أو شخص بيعرف شخص. فأنا كنت I was in school the whole time و at the same time بحاول أنني أدخل الإنترنت أبحث عن مثلا مخرج للكليب تبعي أعمل interviews كمان مع المخرجين أشوف مين هو اللي يكون على البادجت تبعي لأنه أنا كنت on a budget بما أنه ما في شركة إنتاج. وأيضا اللي حيعطيني الشيء اللي أنا أبغى في حتى الأفكار في الكليب الأول أنت اللي بغيت كان الإخراج مخرج يعني المخرج كان هو اللي بيتكلف بالإضاءة وكل حاجة بس الأفكار تبعي أنا اللي عملت الأفكار من الأول في الأخير ديال الكليب وحتى الكليب الثاني عملت شوية يعني اللبس كمان ما فيش who's gonna take care of me my makeup my hair اللبس تبعي هذا كلهم الأشياء أنا كنت والله الكليب تبعي الثاني أنا حبك ضياء هذا الكليب أنا عانيت فيه كثير لا أجد الملابس المناسبة لأنه كان فيه تمثيل كثير وكان فيه two stages من مرحلتين من الحياة ممكن نقول لأنه كان في مثلا أنا بحكي عن البنت اللي كانت مع شخص لما كانت بريئة وصغيرة وهذا ولما خانها وهيك كيف صارت فهنا الميك اب too much ودريس وما بعرف شو وهنا البراءة وهذا وهذا two looks I swear I did them on one day والأفكار كلها تبعي وريسيرش كثير وكيف حنتقل من هيك لهيك واللبس وكل حاجة فهذا هو المعاناة تبع المغني اللي ما عنده شركة إنتاج وإن شاء الله تكون عندي شركة إنتاج بس أنا أبقى غير نغني فقط والناس اللي يكونوا متخصصين في هذا الشيء هم اللي يتكلفوا بالأعمال ديالي وبالأفكار هذه إن شاء الله we hope so very soon بس انتي I want you to know إن هو لحد دلوقتي I think you're doing a very good job فkeep going طبعا حبك ضياء is on YouTube لو حد حابب يشوف الكليب ويفهم أكتر بس احنا هناخد فاصل صغير دلوقتي هنروح نسمع أغنيتك انت اللي بغيت اللي انتي كنتي لسه بتكلمي عنها دلوقتي هنسمعها ونرجع تاني على طول خليكم معانا في هلا سوشيال نايتس وضيفتنا النهاردة الفنانة المغربية كوثر نهاد تحقق لحلا تالي غيت تكون احلام
الحصول على فيزا طالب F1 التي تعطيك حق الإقامة القانونية في أمريكا؟ هل تريد تعلم اللغة الإنجليزية والعمل بشكل قانوني؟ كل ذلك وأكثر تجده مع Computer System Institute CSI، معهد مرخص ومعتمد من مجلس ولاية إلينوي للتعليم، ويقدم برنامجي اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وللأعمال، ويمنحك العمل بشكل قانوني من خلال مواقعهم في شيكاغو وبوستن. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على رقم 888-873-5082 أو زيارة موقعنا الإلكتروني esl.csinow.edu. يا هلا بوي، الصوت العربي في أمريكا. حفل اختيار ملكات جمال العرب بأمريكا يوم السبت 29 من يونيو حزيران بمنتجع فوكس وودز بولاية كوناتيكت بحضور الفنان المصري حمادة هلال والفنان اللبناني علاء زلزلي. لشراء البطاقات زوروا موقعنا على الانترنت www.missarab.org. لمزيد من المعلومات زوروا موقع يا هلا فويس الإلكتروني www.yahalavoice.com. رجعنا لكم تاني مستمعينا، لسه معاكم كريمان الألفي على الهواء في حلقة جديدة من برنامج يا هلا سوشيال نايتس. عايز أفكركم برقم التليفون 708-321-1313 extension number 1، كمان السكايب، we're also on سكايب لو حابين تتصلوا بينا، وممكن طبعا تشاركونا من خلال الفيسبوك بيج بتاعتنا يا هلا فويس. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير للبيج بتاعتنا، وممكن تبعتوا أي أسئلة أو أي أغاني أنتوا حابين تسمعوها بصوت كوتر طبعا لو هي ما عندهاش مانع تغني لنا شوية. فهي معانا دلوقتي على التليفون وضيفة حلقتنا النهاردة في يا هلا سوشيال نايتس. كوتر، قبل ما نروح للبريك، انت قلتي ان انت طبعا في الاول as an independent artist انت كنتي بتتولي كل حاجة، من كتابة اغاني لتلحين لاختيار ملابس للكليب، كل حاجة كانت مسؤوليتك. فكلمينا اكتر عن كمان تجربتك في التلحين، انت بتلعبي اي آلة ولا هو يعني بتلحيني لنفسك؟ طيب ازاي؟ انا ما بلعبش اي آلة، بس بلحن بمقامات على حسب الدنيا. مرات اللي كتكون اغنية مكتوبة وبحاول الحنها، وفي مرة بيجيني لحن وبكتب عليه كلام. It depends. بس بال on my first album, just to give some credit to some people that worked with me, Omar Saad كان في التلحين وكان في معه ديو. لازم نسمعوه عندكم، ديو كتير حلو. هدرو فيك معنا، هنسمعه كمان. كان من كلماته هو وألحانه. هذه أغنية كتير حلوة وعجبت الناس كتير، فهي من كلماته وألحانه. والألبوم تبعي كانوا الأغاني من كلماتي ومن ألحانه هو، فحبك ضيع كلماتي أنا وألحانه عمر سعد. اوكي جميل. وهسألك كمان، انت اخترتي ان انت تغني بس اللهجة المغربية، مع انها يعني لو غنيتي ممكن بلهجات مختلفة، ممكن بالنسبة للجمهور تكون مفهومة اكتر، ممكن الالبوم كان يتسوى اكتر، بس مع ذلك يعني على حسب من اللي انا شفته حتى من الرياكشن بتاع الناس اونلاين، ان هو it got a lot of positive feedback. فكلمينا اكتر عن
اختيارك ان انت تغني بس بالمغربي وما تنوعيش في اللهجات؟ وهل في المستقبل تقدري تتخيلي نفسك ان انت تغني بلهجات مختلفة؟ اوكي، في الاول انا كانت عندي فكرة قبل من شوف everything happens so fast وكل حاجة بتجي مفاجأة، يعني ما I wasn't planning actually at first to sing just Moroccan. But في الأول كانت الأغنية الأولى اللي كانت بس بالصدفة جات، كان لقاء بيني وبين الفنان عمر سعد وسمع كلمات الأغنية ولحنها، وأنا نزلت على المغرب عشان الاستوديو وسجلت الأغنية نزلتها عجبت الناس كتير. So I went over all the songs that I picked like six songs or five songs from the ones that I already wrote. Like I've already written those songs like years back. So أخذت الأغاني هذه ولحناهم، يعني رجعنا ألبوم بس عشان أشوف رياكشن بتاع الناس. فكانوا الأغاني كلها بالصدفة مغربية. الأغاني اللي اخترت في هذا الألبوم مغربية، ولكن ممكن تكون عند الناس فكرة أنه أنا كنغني بس مغربي، بس أنا فضلت المغربي في الأول لأنه عجبت الناس أولا حبك ضايع، ولأنه أيضا تثبتي هويتك، أثبت الوطنية اللي عندي، لأنه عندي روح وطنية كبيرة للمغرب وكنبغي بلادي، وكنحس أنه أي فنان يعني حاجة قليلة بالنسبة لبلده أنه يعطي أغنية. يعني أغاني ممكن نغني بلهجات ثانية بس أنا كرتحت المغربية، ولكن أنا إن شاء الله I'm working on خليجي song كمان من كلماتي وألحاني، هي كلمات خليجية 100% ولحن خليجي 100%. so إن شاء الله تعجب الناس. بس before that I'm working on this Moroccan song which is كلماتي وألحاني كمان. It's gonna be on Ramadan, for Ramadan actually. طيب ممكن تغني لنا حتة كده منها لو ما عندكيش منها، ولا هنخليها exclusive؟ لا ممكن، لا ممكن ما أغنيهاش لأنه ستيل بتاعها ممكن لا حدي أفكار للناس ثانية عشان تنزل. لا خلاص ماشي زي ما انت عايزة. بس لو حابة ممكن تغني لنا أي حاجة تانية، بلاش الأعمال اللي جاية دي، نخليها مفاجأة، وأول لما تنزل أكيد تبقى إكسكلوسيف معانا هنا في هلا فويس. بس تقولي لنا أنت غني لنا كده حاجة بصوتك دلوقتي على الهوا قبل ما ناخد فاصل كمان ونروح نسمع الديو اللي أنت عملتيه مع عمر سعد. طيب نسمع أغنية مغربية غنيتها في حفلة في موراكن تالنت إكسبو بفرجينيا وعجبت الناس كتير. نقولوا يا دوني مر قلبي اللي بغى كلامار، قالوا لي أنا جيت دوني مر يا واخ دوني مر قلبي اللي بغى كلامار، قالوا لي أنا جيت دون ما. جميل جدا جدا. هنروح دلوقتي هذه أغنية مغربية من تراث المغرب، أغنية تراثية مغربية. ألو يس أوكي معلش ما سمعتكيش. Unfortunately I'm not really familiar with a lot of بالمغرب with a lot of يعني مغربي songs، يعني بسمع اللي هي الحاجات المور mainstream. بس يعني maybe it was because بالنسبة لي أنا it takes me a while على بال ما أفهم شوية الأكسنت، it's a little too hard for me. بس إن شاء الله معايا لا with you، يعني what I noticed with you هو أنت بتكلمي مغربي and I can tell from your accent أنت بتكلمي مغربي، بس I can understand what you're saying، I can understand what you're singing. Sometimes it's really heavy لدرجة اللي هو بيبقى صعب الواحد يفهمها. يعني ممكن أغنية تكون عجباني جدا واسمعها وأفضل مشغلاها بس مش فاهمة إلا مثلا كم كلمة. يعني this happens to me a lot لما بسمع شاب خالد. Oh my god I love شاب خالد and I love his music.
And but the accent sometimes it's too hard for me. But that's also what I find in some Moroccan, like some other songs. يعني بس أنتي. هي أي لهجة. هي أي لهجة صراحة لما بيتكلم الواحد fast. Exactly. You can understand it. Yeah. It's not your native language. مزبوط. Yeah, I think any accent الواحد مش متعود عليها ممكن هياخد وقت على بال ما يتعود. Exactly. بس I want to give you credit عشان انتي you're still holding on to your accent أو طبيعتك يعني حتى بطريقة كلامك. وفي نفس الوقت يعني it's يعني I don't know if you're doing it on purpose ولا انتي ده حاجة فيكي انتي أو في الطريقة اللي انتي بتكلمي بيها. بس it's very easy for someone to understand you حتى يسمع أغنيتك ويفهمها. الحمد لله. It's a good thing. It's definitely a good thing. You should use to your advantage. هنروح دلوقتي الفاصل صغير. هنسمع أغنية كوتر نهاد مع عمر سعد هدرو فيك. قعدتوا قد إيه بتشتغلوا على الأغنية دي؟ هدرو فيك يعني تكلموا عنك. أوكي. يعني ده اسم الأغنية مزبوط ولا أنا غلطت فيها؟ لا اسم الأغنية هدرو فيك هي مزبوطة. أوكي يعني ما غلطتش حسستيني لخبطت في اسم الأغنية. هي هدرو فيك مزبوط؟ هدرو فيك ايه هدرو فيك يعني تكلموا عنك هذه بالمغربي هدرو فيك بس باللهجة البيضاء تكلموا عنك يعني. أوكي قعدتوا شغالين عليها قد إيه أو أنتوا اشتغلتوا عليها قد إيه مع بعض؟ لا ما أخذتش وقت كثير لأنه هو الفنان عمر سعد اللي فيه اللي خلاني أشتغل مع هذا الألبوم هو أنه سريع جدا في بيعمل أغاني سريع يعني لو قلتي له عايز أبغى الأغنية مثلا الفلانية الموضوع الفلاني مثلا بكرة ممكن يجيبها بكرة عرفتي كيف wow. يعني هو سريع وحتسمع الأغنية it's very professional حتلمسك حتى بالأغاني حتى بالغناء يعني بالكلمات بس هذه كانت overnight it was an overnight song واو اشتغلت yeah. يعني كلها خلصت overnight كلها خلصت overnight I swear we were discussing it like today next day morning كنا بنتدرب عليها Wow, that's fast. Yeah. That's really fast. Yeah, بس it's good. يلا هناخد فاصل دلوقتي هنروح نسمعها ونرجع تاني لسه معانا كوتر نهاد في يا هلا سوشيال نايتس. Mm-hmm.
رجعنا لكم تاني مستمعينا، لسه معكم كريمان الألفي على الهوا في هلا سوشيال نايتس، وضفتنا النهاردة الفنانة كوثر نهاد. كوثر، قبل ما نقفل عايز أعرف منك إيه الجديد، what can we expect من كوثر نهاد in the future، سواء كانت أغاني أو ألبومز، fill us in كده، قول لنا إيه الجديد عندك. إن شاء الله بما أننا على أبواب رمضان الكريم غنتكون أغنية كطليق بهذه المناسبة الدينية، أغنية مغربية اللي كما قلت لك من كلماتي وألحاني، وغيكونوا فيها نصائح وإرشادات مش دينية أكثر، بس للناء يعني في الـ everyday life، أخلاقية exactly. That's the word. So وكمان after Ramadan I'm gonna be working on my Khaliji song. إن شاء الله في كذا موزع I'm thinking to work with، وفي أغاني كمان ثانية، بس الألبوم شوية حسوا إنه شوية بعيد لأنه it's not the right time for me to to launch the second album. It's still like the singles أحسن. من ناحية إيه بتقولي كذا؟ من ناحية الإنتاج طبعاً، لأنه I can't afford حالياً I can't afford ألبوم كامل، لأنه بغيت ندير حاجة مرتبة وحاجة بروفيشنال وحاجة مزيانة، ولكن كي بغيت حاجة مزيانة خاص تموين، خاص إنتاج. فبما أنه ما كاينش إنتاج غادي وبعدين ما ظنش في ناس كتيرة جدا ما ظنش انها بتفهم قد ايه the amount of work and effort، يعني المسألة حتى مش مسألة فلوس، المسألة it's time consuming وفي 100,000 حاجة you need to take care of and manage، بالذات لو انت you're on your own and you're doing this by yourself for the sake of just loving music. I don't think you're really making an income out of this yet. مظبوط. That's exactly that's totally true. I'm not making any income right now. لأنه I'm doing it out of love. قلتي بس إن شاء الله كنت منا إنه في المستقبل نثيروا انتباه لا أنا ولا ناس اللي كيشتغلوا مزيان ويعني مغنيات أو مغنيين اللي كيستاهلوا إنه أنا نلقاو دعم من شركات إنتاج عربية أو مغربية. طبعا في المغرب ما كاينش عندنا شركه الانتاج، ولكن كنتسناو هذه المعجزه. وطبعا شركه عربيه انها تبنانا فنيا، هذا هو هذه هي الامنيه. إن شاء الله. You're very talented Kauthar and you definitely deserve it. بس أقولك keep doing what you're doing, keep it up. فعلا you're doing a great job. فإن شاء الله هنستنى منك these singles، وأول لما ينزلوا I'm expecting an email from you تقولي لي they're here, they're ready, please play them on Yahala Voice. فهستنى منك إن شاء الله الإيميل، وbest of luck with your studies and with your music and with everything. Inshallah نسمع منك عن قريب especially with those new songs coming up، وتكوني ضفتنا مرة تانية إن شاء الله على البرنامج. إن شاء الله. شكرا لك كارمن، شكرا للطاقم التقني اللي كان معنا اليوم، وشكرا للناس اللي كيسمعونا عليها هلا فويس، وكنتمنى لكم ليلة سعيدة كلكم.